خاطري نحضر معاكم. الله غالي ظروف ما باش نحضر معاكم، لازم نروح. انا ساكن في فيرما، في ديك فيرما نبغي نريح عند الباب بزاف، خرجت ريحت عند الباب، بعدين هاكا نخمم مع روحي كيف اماني تبدل واش تبدل عليا الواد صاير. اش ما هاكا حتى نشوف كيما هاكا عند الباب تاع الفيرما شنو نلقى، دجاجة فايتة، وميم طون ما لحقتها. ديك الدجاجة سقسيتها، قلت انت حنا ماكش تبيضي، قلت انت شنو دخلك بلح امك، بلح امي مش كتب، قلت شوف فيها، ونقلع النوادر ونشوف فيها نشوفها، يا جماعة قاعد تبيض 17 قطرة في النهار، دارت دورة ديك الدجاجة ولات عندي شقالت لي، قلت لي علاه ولا عمي علاه كاع كيما هاك، قلت لها بلح امك وما تقولي تولي، ما عليناش، جا فايت ديك، ديك شقالت لي، قال لي انت حقار. انا حقار احسن واضح شد في شوفه ريشته غير هاو ولا علينا جماعه استخبار بيا حمار شرف الله وقدركم جا عندي يجري شي يقول لي حمار قال لي على بالك اللي راه عندك واد الموهبه قال لي في خاطرك تردني حاول حتى حاجه واعره هذه هذا رد علي من الباب ولا علينا جبت له المرايه من الدار وجيت باش نشوف في روحك قال لي حمار لا حمار تقول حمار انت بيضي ولا علينا انا قلت هذه الموهبه اللي راه عندي في الفيرما ما بدي لي والو اسمع عطيتها للمدينه روحت للمدينه لاري الاولى نزلت نشوف في واحد الشركه قلت والله راهم ضموا دي خدمه تما راهو ديك الشركه السلام عليكم سلام تقضي ما خصكمش خدامه شفت فيا نشوفها كيما شقالتي قلت لي حط الدوسي تاعك على طروا ما نعيطوا لك درت منها قالت لي شوف فيها قلت لها نواضر تاع ماما تعيط لي قالت لي نواضر ماما نعيط نعطيها جيت خارج من الشركه قالت لي حبس حبس خويا راك خدام قالت لي انت هو كل شيء في الشركه انا هو كل شيء لكن غير كيما قلت لها بديت نخدم في ديك الشركه نهار الزواج تاعي المدير جا داخل بيان ابي شباب بزاف وشوف فيه واحد شوف هذاك المدير بسم الله انقلب انقلب بسم الله اش قال لي برا عليا راك حضروش الاولى وعلينا جيت خارج خارج مشى 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 عييت ريت عند داري تاع البيس باسكو انا ساكن فيه ما مشوش قلت والله شوف قارا بيس كي قارا داك البيس قلت والله نطلع سمعت اي عيط البلاد البلاد نطلعوا البلاد نشوفها كي دايره طلعت في داك البيس شوفير ولو سيرفير ما تأملوش بقى لكم كي دايرين ديزارمون شابين بزاف داك الروسيفير قالت غير نشوف فيه شوف فيه شوف فيه شوف فيه السلام عليكم سي محمد طلعت بيه شباب داك الروسيفير سحبته ياك عرفت لهم دراهمهم كاع وصلهم لديارهم شوفير انا قلت غادي يكون قاعد هنا هكا ننزل ننزل ضربة نزلت بعت مريا عند حجرة على فين ما وراء بحجر ويسمو في دوار ريحت جوت السيد يجري غبار من وراه يجري 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 قال لي غير قبل غادي نحوس عليك قال لي شوف نسحق في نيرزا قلت له شفت نايم قال لي انت حقك تخدم عندك قلت له نخدم عندك قلت له نخدم انايا قلت له انا وراه طردوني قال لي انت بعينك تخدم عندك انت بعينك تخدم عندك جيت رايح انا وياه في الخدمه شي هي فترة قعدنا متحاكين شنو نخدم شنو يقول لي السيد قال لي كاين واحد راح عندنا غلم كبيره بزاف قال لي غير منه قال لي راه كيف ما عنديش بزاف قال لي انا عندي غير شويه قال لي الغلم تاعك قلت لي عندي قال لي طحطحها قال لي ما تخليناش نعجه جينا رايحين زدت مشو 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 واد بانكي وهاك وقلت له قلت له مازال ما نوصلوا قال لي صاير وصلنا قال لي راك تشوف في ذاك الجبل قلت له راني شوف فيه قال لك تشوف الراس تاع الجبل قلت له شوف فيه قال لك تشوف هذا الغلم راه فوق تما قلت له مانيش نشوف فيها قال لي شوفها مليح قلت له مانيش قلت له تشوف فيها قال لي نشوف فيها
وندور عند سيدي شو نقول له ذيك الحنين هذا اللي جاب. قلت له الحين عندي كل شيء شكرا منك ونعمل يومنا للزوج يا جماعه. طفيته سيدي كيما ها طفي الارض ما درتش شو نعطيها. ايش رايك يا جماعه؟ روحت طيب باصي عيني جابت لي الهلاك. يا جماعه انا ما امنتونيش بلي عيني واعره نديرو ايزي. هي ما كان لازم يا جماعه. خلوها الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.